فيها يا جدعان؟ على كده بقى مين اللي هياكل دوم؟ احنا بصراحة كده عفوان، احنا بنحب الموز اوي، ينفع اخد واحده نوبيا؟ دي انت تبقى عملت معانا فوق الصح. ايه واحده بس كده انا وكلونيا نخمس فيها كده؟ يا ابني تخمس فيه يا ابني يا عجل انت عبيط؟ لا يا جدعان مش هينفع. هو ايه اللي مش هينفع؟ ينفع. يعني ايه يعني مش هينفع؟ يعني مش هناكل الموز؟ هو ابوك هيقولك لوحدك واحنا برضو ناس؟ لا يا حبيبي، الموز دوت انا اللي جايبه، حوشت بقالي اسبوع عشان اجيبه. تمام، الموز دوت انا اللي هاكله بتاع انا. على فكره العين وحشه، ممكن اعد عليك انا عين وحشه، ممكن اموت. والله يا ابني الواد كلوني ده عينيه وحشه قوي، ممكن وانت قاعد كده الصف يقعد عليك يموتك، ممكن قنبله تفرقع فيك. براحتك. بص يا بليا، بص انت جيب لي صاروخ وانا استخبى هنا، وانت بقى لما هو ينام انت بقى تحط الصاروخ هنا. ماشي؟ بص كأنك انت حسدته وانا هروح اعطف عليه صاروخ. امين يا عم. تمام ماشي، حلوه الفكره دي. اقعد بقى كأنك بتحسد. يلا. انا هاكل بقى الموزات تانية. انا عيني وحشة يا عم، غور في داهية. ايش انا عيني وحشة؟ ايه يعني ايه عينك وحشة؟